السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بنتكلم عن البصل، ومثل ما أنتم عارفين أن البصل ذكر في القرآن الكريم وله فوائد عديدة لجسم الإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. طبعا البصل نوع من أنواع الخضار ويحتوي على مركبات الكبريت والأحماض الأمينية اللي تساعد الجسم في تكوين البروتين، ويحتوي البصل بأنواعه على مضادات الأكسدة ويساهم في الحد من الأمراض المزمنة مثل القلب أو السرطان، وينظم مستوى الدهون الثلاثية والكوليسترول في الدم، ويساعد على إزالة الاحتقان المسبب لنزلات البرد، ومفيد لصحة العين ويدعم فيتامين إي، وله فوائد عديدة للجهاز الهضمي، ومفيد لداء السكري، ويحتوي البصل على فيتامين جيم المفيد لصحة الأعصاب. عدنا لكم بعد الفاصل. اليوم مثل ما احنا ذكرنا تكلمنا عن البصل، طبعا راح اوريكم انواع البصل مثل هذا البصل البني، وفي احجام من البصل اللي هو البصل الصغير والبصل الابيض والبصل المتوسط، واحنا مثل ما احنا عرفنا عن فوائد البصل العديدة اللي هو مضاد للأكسدة. الحين انا ودي اسوي لكم شوربة، واللي هي شوربة البصل الفرنسية. تعالوا نشوف شلون نقدر نسوي الشوربة. أول شيء عندي أنا جدر راح أحط عليه زيت، وراح أحط عليه بنفس الوقت الزبدة. بس يذوب معنا راح نحط تقريبا كوبين من شرايح البصل، راح نخلطه يبين له وقت البصل على ما يذبل معنا ويستوي معنا. طبعا هذه شوربة البصل الفرنسية شوربة معروفة عالميا
وهي من ألذ الشوربات اللي ممكن تجربونها وتسوونها. والبصل يعتبر مصدر عالي من الفيتامينات والمعادن. طبعا الشوربة هذه مفيدة جدا. إن شاء الله راح نطلع فاصل بعد ما يذبل معنا البصل، إن شاء الله نرجع لكم. مثل ما انتم شايفين ان البصل يحتوي على اغلب اكلاتنا، اغلب اكلاتنا ما نستغني عنها عن البصل. طبعا البصل لما احنا نكرمله دائما يكون ألذ، او نطبخه يكون ألذ في الطبخات. مثل احنا نستخدمه بالحشو، نقعد نكرمله، نستخدمه في مع البيض وقت الريوق. فالبصل يعطي نكهة وطعم وايد حلو حق الاكل. طبعا البصل نقدر نسوي حلقات بصل، نقدر نحط البصل مع البقسماط، ونقدر نسوي حلقات البصل. فالبصل وايد حلو من الخضار اللذيذة جدا اللي تدخل في طبخاتنا. بالإضافة احنا نقدر ان نحط البصل بالسلطات من غير ما يكون يعني من غير طبخ، نقدر ناكله بصل ني، وايد حلو وايد لذيذ. وحتى مرات تصير مثلا مع المسخن نضيف البصل، هو مكون أساسي للمسخن، فالبصل يدخل في أغلب طبخاتنا اللي احنا نطبخها. طبعا اليوم في وصفتنا هذه استخدمنا البصل الأبيض. ليش استخدمنا البصل الأبيض؟ لأن البصل الأبيض مع السلطة الفرنسية ألذ وأطعم، فاستخدمت البصل الأبيض عشان هو أطعم في الشوربة. الحين احنا عقب ما ذبل معانا راح نضيف الملح والفلفل الاسود، البهارات اللي هما الملح والفلفل الاسود. راح اضيف اضافة جدا جميلة، هذه اللي راح تحلي البصل وايد، اللي هو ملعقة من السكر. هذه وايد راح تعطي إضافة جميلة. راح نشوف احنا شلون راح يتكرمل معانا البصل مع الشكر، راح يطلع وايد لذيذ. حتى ريحته تغيرت بعد ما ضفنا السكر. وهو هذه الشوربة هي تعتمد على البصل، فاحنا متى ما خلص البصل معانا تعتبر خلصت الشوربة. ليش؟ لانه هو اساس الطبخه. راح نشوف احنا مع السكر راح شويه يطلع معانا الكراميل. لو تلاحظون راح يطلع مثل ماي او شيء، هذا الكراميل اللي طلع من السكر او وماي البصل راح يعطيه طعم وايد حلو. هنخليه شويه كذي عشان يتكرمل معانا، وبعدها راح نضيف تقريبا ملعقتين من الطحين. بعد ما ضفنا الطحين راح نضيف عندنا هني تقريبا 600 ملي من الماء في مذوبين فيهم مكعبين من الخضار، راح نضيفه فوق البصل الشوربة. راح نخليها على نار هادية تقريبا تحتاج لها 20 دقيقة. إن شاء الله راح نرجع لكم بعد الفاصل بعد ما تستوي معنا شوربة البصل. رجعنا لكم بعد الفاصل. مثل ما احنا قلنا ان هي الشوربة تحتاج تقريبا 20 دقيقة على نار هادية عشان تستوي معنا، واحنا بنقدمها بالخبز الفرنسي المدور. راح نقدمها بطريقة مميزة طبعا وجميلة. راح نقص اول شيء من النص بشكل دائري ونفرغها
من النص. راح نترك الجزء الأمامي عشان يعطينا كذي شكل، ونفرغ النص، نشيل جزء الصمون. كما انتم شفتوا كذي فرغناها من الداخل. هذه الغطاء مالتها. والحين راح ناخذ الشوربة ونصبها داخل الخبزة، لأن البصل ما شاء الله وايد وايد سهلة، وايد لذيذة، جدا جدا لذيذة. أنصحكم إنكم تسوونها. كذي خلصت شوربتنا مثل ما انتم شايفين، بطريقة تقديم جدا مميزة وجدا لذيذة، وأتمنى إنكم تطبقونها وتجربونها. في أمان الله.